أعزائي السادة المشاهدين، عدنا إليكم في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة من برنامج كونسولتو عشان نتناقش في كل ما يخص الأمراض الروماتيزمية. كلنا ما فيش ولا بيت عندنا فيه نقص أو فيه ما فيهوش مشكلة في أمراض العظام. الفترة اللي فاتت طبعا كان فيه ترندات كتيرة قوي على فيتامين دي وفيتامين دي 3 ونقص فيتامين دي وبيسبب إيه وإيه الأمراض اللي بتعمله، وللأسف سمعنا كلام صح وسمعنا كلام غلط، وبقى في اراء كده غريبه وكلام غريب بيتقال وادويه كتيره بتتكتب بطريقه ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. فطبعا دي موضوع مهم جدا جدا. بردك نفس الكلام، التهابات العمود الفقري، الالام الروماتيزميه للعمود الفقري، المشاكل التقوس العمود الفقري، كل الكلام ده كله واكتر هنناقشه وهنستمتع بالاجابه عليه من استاذتنا اللي مشرفاني بجد النهارده، استاذه دكتوره علا رجب. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك دكتور وليد، وانا سعيده لوجودي معاكم، وان شاء الله تبقى حلقه مفيده للساده المشاهدين باذن الله. طبعا زي ما قلنا كده في المقدمه، هنبدا الاول بكلمه فيتامين دي. فيتامين دي او فيتامين د اللي كل الناس عماله تتكلم عليه، وسمعنا كتير عن اسباب تكوينه وازاي بيتكون، نقصه ازاي، مشاكله ازاي. فنبدا كده بهدوء نفصل واحده واحده للناس بطريقه بسيطه ايه هو فيتامين دي وايه مشاكله. بص حضرتك، عارف انه هو فيه فيتامينات اسينشال مهمه جدا للحياه اليوميه، وتستهلك طول ما احنا عايشين، بالنسبه انه هي تساعد الجسم على انه يقوم بالوظائف الحيويه بتاعته. في الايرا الاخرانيه من حوالي 15 سنه، لدرجه ان كان في ناس كتير جدا بتعجبهم التخصصات الاخرى، بتقول ان فيتامين دي ده اختراع وسبوبه، وان الناس لا ما يصحش انها تبقى عايشه على ان هو لما بيبقى ناقص في الجسم يبقى لازم نعمل له سبلمنت. الابحاث فوجئنا بقى في الخمس سنين الاخرانيين، وكمان عايزه اقول لك ان الابحاث حواليه زادت جدا ايام الكورونا، خاصه مع الامراض المناعيه المفصليه، هو والاكل العضوي اللي هو بيحتوي عليه. بدات تعمل ابحاث سريريه ويشوفوا بالظبط ايه اللي المفروض البني ادم يكمل عليه. احتياج الفيتامين دي بيبقى فيه فيتامين دي 3، ده على طول بيدخل في الامعاء عشان يعمل امتصاص للكالسيوم والفوسفورس، بحيث ان هو يدخل في تكوين العظم ويديله سترينث، يديله قوه. وفي فيتامين دي 2، ده اللي بيبقى موجود سام تايمز في مأكولات معينه بنسب بسيطه، ويضطر يفوت على الكلى والكلى تبتدي تصنعه، وده بيبقى فيه بيردن، بيبقى فيه حمل تقيل على الكلى لو البني ادم بيضطر ان هو يعمل تصنيع من دي 2 لدي 3 عشان يشتغل، يبقى العنصر النشط بتاعه ويشتغل يحمي العظم من ان هو يبقى عظم ضعيف. ايه العظم الضعيف؟ يعني ايه العظم الضعيف؟ العظم الضعيف يعني ممكن جدا لو طفل، ممكن الطفل نلاقي عنده لين في العظام او كساح، بيبقى عنده الم في الايدين من هنا، وبيبقى عنده في النفس خلخال الرجل، وتبتدي الرجلين بتاعته تتقوس تحت وزن الجسم، ويبتدي يبقى عنده العظم بتاعه فيه نوع من المرونه، ويصحى في نص الليل يصوت ويقعد يعيط، وفي الاخر الام لما تاخده للدكتور يبتدي يمسك ايديه من هنا، ويبتدي يكتشف ان الولد بعد تحليل معين الولد عنده نقص فيتامين د. طب ومع كبار احنا فوجئنا بان هو لوحده لو نقص برغم ان نسبه الكالسيوم بتبقى عاليه في الجسم، بنسمي ان المريض عنده حاجه اسمها اوستيوماليشيا، يعني نقص فيتامين د. هو موجود المفروض ان احنا ناخده في نسبه ما تزيدش عن 400 وحده انترناشونال، وحده دوليه في اليوم، وده في بعض الاحيان مهما اكلنا من مصادر معينه. في ناس بيبقى عندها مشاكل في المسرة ما تقدرش تمتصه يعني من المأكولات. وهو موجود فين بقى؟ اللي احنا كلنا دلوقتي ما بناكلهوش، يعني موجود في الزبدة الحيوانية، موجود في اللبن بالحليب كامل الدسم، موجود في زيت كبد الحوت، موجود في السلمون، موجود في السردين، موجود في المشروم اللي هو عش الغراب بنسب بسيطة، موجود في الألبان، موجود في مكركبات الألبان، وفي نفس الوقت موجود في الاوراق الخضراء اللي هي موجوده، اللي دايما ننصح المريض اي مريض بيجي لنا نقول له عيش عيشه الارانب. يعني ايه عيشه الارانب؟ يعني كل جرجير وكل سبانخ وكل بقدونس وكل الحاجات اللي هي المفيده اللي ممكن تبقى موجوده على كل المعادن النادره وكل الفيتامينات اللي بتقوم بالوظائف الحيويه للجسم. طب هل مجرد الاكل الحاجات الجميله اللي حضرتك ذكرتيها دي واللي احنا فعلا ابتعدنا عنها خالص الفتره السابقه؟ يعني اولا حتى معظم اللي بياكلوا زبادي يقول لك لا ده الزبادي منزوع الدسم مش عارف عشان ما تخنش، ده مش عارف زبادي ايه مضروب كذا. فطبعا كله ما بيبقاش واخد الزبادي الاصلي الجميل اللي احنا كنا بناكله، اللي هو بيحتوي فعلا على المركبات الكامله. طيب السؤال بقى، لو احنا كلنا بص يعني قدرنا نقنع اولادنا او كده هو ان هم ياكلوا الاكل الخضار ده، هل ده هيبقى كافي انف، ولا برضك فيه مع التلوث والبيئه والشمس والعوادم والكلام ده كله
اعتقد ممكن ما يكونش برضك بالنسبه كافيه ليهم. هو في كلمة مهمة حضرتك قلتها، قلت الشمس. الشمس مهمة جدا، وفيتامين د بيبقى متخزن في الطبقة الدهنية اللي تحت الجلد، فبيتحول من فيتامين دي 2 لدي 3 immediately. ده بس المفروض ان احنا نختار الوقت اللي فيه موجات فوق البنفسجية، مش تحت الحمراء، لان تحت الحمراء بتبقى حارقة، لكن الموجات الفوق بنفسجية دي بتبقى علاج، وعلاج اساسي، يعني درجة ان احنا في امراض كتيرة جدا من الامراض الجلديه بنعالجها بالموجات فوق البنفسجيه. امتى بيبقى موجود؟ بيبقى موجود قبل اذان الظهر بحوالي ساعه ونص ساعتين، وقبل اذان المغرب بحوالي ساعه ونص ساعتين. يعني لو انا عندي طفل او عندي حد كبير في السن عنده مشاكل واكتشفت ان عنده فيتامين د ناقص، يبقى المفروض ان انا لو هديله اول نصيحه انه يقعد في الشمس، يبقى المفروض ان انا هديله نصيحه انه يقعد في الشمس في الفتره دي. حاول انك انت ما تقعدش في الفتره الحارقه وتقول انا ما استفدتش. زيد عليه بقى انه انا لازم ان انا اديله سبلمنت، يعني لازم اديله غذاء في هيئه دواء. الغذاء اللي في هيئه الدواء ده لازم ان احنا بنراعي الكاتيجوريز، يعني الناس اللي هي المفروض ان انا ابص لها. يعني واحد فوق ال70 عادي جدا ان انا ممكن الاقي فيتامين د عنده قليل، لان الطبقه الجلديه اللي تحت الطبقه الدهنيه اللي تحت الجلد بتبقى قليله عند كبار السن. دهن بيفقد مع السن، فبتبص تلاقيه، عشان كده بيبقى فيه بعض الاحيان مع ناس كبيره في السن يقول لك الجلد رهرت، لان الدهن اللي تحتيه قل، كميه الدهن اللي كانت حاميه ومديه كده نوع من الشده والالاستيستي الجميله دي قرحت بالظبط، نوع من الكونفيجريشن اللي هي بيان التضاريس بتاعه الجسم بيبتدي يقل، فبيبتدي الجلد اللي فوق بيبتدي يحصل له نوع من الترهل. طيب انا ساعتها بقى اعمل ايه؟ احنا بندي عاده في السن ده المكملات الغذائية، أهم مكمل غذائي يا إما زيت كبد الحوت، يا إما إنه هو الأوميجا 3. والأوميجا 3 موجود في كذا حاجة نباتية، مش بس إنه هو موجود في حاجات حيوانية جاية من الأسماك، لأن في ناس عندها حساسية أسماك، يبقى المفروض إن أنا لما أساعد البني آدم أساعده بحاجة يقدر يعملها. طيب إيه بقى؟ في ناس بتقول إنه يعني إحنا في المأكولات ممكن تنصحينا إيه لو أنت بتتكلمي على النبات؟ أقول زيت بذر الكتان اللي هو الزيت الحار، يعني بتوع زمان كانوا بياكلوا الفول لانه مليان الياف، حطوا عليه زيت حار، معلقتين كده زيت حار، بياخدوا الاوميجا 3 اللازمه وياخد الالياف اللي هي ما تسببش نوع من الكوليسترول في الجسم. بس انا عايزه اقول برضو ان فيتامين د لما بيزيد في الجسم ممكن ان هو يعمل لنا تصلب في الشرايين، ممكن يزود تكوين الحصاوي في الكبد وفي الكلى، وممكن يجيب شويه حصاوي كمان في المراره. تصلب الشرايين ساعتها بيبقى متاح، وخاصه لو حصل امتصاص جامد كتير جدا من فيتامين د نسبته عاليه ومن الكالسيوم الموجود بكثره، في ناس بتاخد عمال على بطال الكالسيوم والفيتامين د، يبقى ساعتها انا بحمي البني ادم بان انا بحاول ان انا اظبط له فيتامين د. طيب فيتامين د ده بقى اقيسه كل قد ايه؟ ده بقيسه المفروض ان هو بقيسه مره في السنه، ما بقيسهوش على طول عمال على بطال. لو مره في السنه ده لو طلع نورمال، طب لو كان مش نورمال وهناخد علاج؟ وهناخد علاج من ان انا بعمل له برده متابعه، ممكن مره كل 6 شهور، بس بدي جرعه المطلوبه. الجرعه المطلوبه ان انا بحاول ان انا البني ادم لو انا بعمل له نوع من اضافه علشان خاطر يقدر يعيش طبيعي، لانه ممكن يجي له اكتئاب، ممكن يجي له نوع من الزهد في الحياه، ممكن يجي له نوع من الاوجاع الكتيره جدا في جسمه، ممكن يجي له نوع من ان هو مش عايز يشارك في اي حاجه، عنده وهن، عضلاته نفسها بتبقى ضعيفه، ما بتبقاش فيها قوه، ممكن يبتدي يقع في الارض كتير جدا لان العضلات مش قادره تعمل توازن في مشيته. ففيتامين د مهم جدا لعده اعتبارات لازم ان احنا نخلي بالنا منها. اهم حاجه بقى كمان في فيتامين د اللي احنا لازم ان احنا ننبه عليها، نسيت اذكر الجرعه. الجرعه المفروض ان احنا ما نقلش لو انا بزود فيتامين د عند بني ادم عشان اوصل النسبه الطبيعيه بتاعته لاكثر من 20 مايكروغرام بير كيلو، يعني في الجسم المفروض ان انا يبقى ساعتها كونسنتريشن بتاعه لازم يزيد عن ال 20. طب يزيد عن ال 20 اديله قد ايه؟ بديله 4000 وحده دوليه في اليوم. يعني لو جالي عيان قال لي مثلا انا عندي دهب فيتامين، حد من قرايبي بعته لي عليه 5000 مثلا وحده دوليه، اقول له تاخد 5000 وحده دوليه في اليوم. لكن افرض واحد بقى مش بياخد ادويه كتيره قوي لحاجات كتيره قوي، بديله بقى ساعتها مثلا 10000 وحده في الاسبوع 3 مرات، وان انا بقيس له كل 6 شهور فيتامين د،
وبحاول ان انا في الفتره دي ان انا برضو اديله كالسيوم ومن مصادر طبيعيه، لان هو لو كل الزبادي كل يوم مثلا زبديه وشرب الشرش اللي هو الواي بروتين، الشرش اللي موجود ده هيدي نفسه بروتين اللي بيبني العضلات، وفي نفس الوقت الكالسيوم، وفي نفس الوقت اللي هو هياخد فيه فيتامين د، لانه اذا كان اللبن بخيره او القشطه او الزبده الحيواني بياخدها معاه. طبعا انا مش قصدي ان هو يتخن نفسه، بس انا قصدي ان هو ياخد من مصادر طبيعيه. طبعا هو بس كارثه، سوري يا دكتور قطعك حضرتك، يعني هو الكارثه ان هو ساعات مثلا الدكتور قال له انت عندك نقص فيتامين دي 3 وهنبدا نديك جرعات، اوتوماتيكالي بتلاقي بقى الفاتي من حواليه انت لازم تاخد اقراص كالسيوم كذا اسمها كذا واقراص كالسيوم اسمها كذا، فيبداوا يدوا له اوفر دوز عن اللي هو الحاجات الطبيعيه زي ما حضرتك حذرتي في الاول وقلتي ده ممكن يكون حصوات. لا، وتصلب شرايين. وتصلب شرايين وهيعمل مشاكل في المراره وفي الكلى. فاللي انا بتكلم عليه يعني عايزين بس نفهم الناس ان مش معنى ان الدكتور كتب لك علاج تقوم انت تزود من عندك ومن عند قرايبك ادويه تانية. يعني الدكتور حسب الجرعه، ما يبقاش انت بتاخد نفس الجرعه وعمال تزود. لا، هو مش بياخد من قرايبه يا فندم، هو بيجي لك انت كدكتور بيبقى فايت على 3 4 دكاتره قبليك بالظبط، يفرد الروشته بتاع الدكتور اكس وواي وانا مثلا، وياخد كل الادويه اللي في الروشته. ما هو ده بيعمل كده بالظبط، انا عايز اقول كده بالظبط. فبتبتدي زي احنا معانا استاذه مريم. الو، السلام عليكم. ايوه، مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء النور، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. سؤال حضرتك ايه؟ كنت عايزه نسال على الكولوفيد والمكملات الغذائيه، يعني البروتين يعني والمكملات الغذائيه في صوره ايه؟ للناس مثلا بتعمل جيم ولا في البيت عادي؟ لا، انا بناخدها علشان انا مش هناكل كتير، بس عشان يعني اكل دايت، يعني عشان مش باكل كتير. عايزه تعمل دايت؟ عايز تعملي دايت. طيب، فعايزه بتسال على المكملات الغذائيه. حاضر، تمرين يعني يا فندم. هي بتسبب صح امراض كترها ولا ايه؟ حاضر، يعني هي لو هتاخد مكملات غذائيه هل دي تسبب مشاكل ولا لا؟ لا، مع بصي حضرتك، احنا المكملات الغذائيه لو حضرتك كلمه واي بروتين دي لفتت نظرك، انا بتكلم على انه هو بيبقى الميه اللي خارجه من اللبن بعد ما بتربي اللبن عشان تعملي لبنه او تعملي مثلا جبنه، يعني بيبقى فيه شويه ميه، والزبادي بيبقى محتوي على الشرش ده. الشرش ده مكون كل زبديه فيه 300 جرام كالسيوم، لكن بيبقى برضو مليان، الشرش ده مليان بروتين مفيد، ده يعني احسن حاجه ممكن تاخديها. لكن عشان خاطر تاخدي اقراص عشان تعملي مثلا ريجيم، حضرتك انت بتاخدي اقراص عاده على اساس انك انت بتاخدي اضافه بروتينات من بره علشان خاطر تعملي عضلات، فالعضلات دي مش من المستحب انك انت تاخدي، لانك انت عايزه تعملي لحمه حمراء، فدي اللحمه الحمراء بتزود الوزن. فانا انصح حضرتك لو انت عايزه تاخدي تعملي دايت وشايفه انك انت محتاجه البروتينات في الجسم وانك انت مثلا سمينه شويه او حاجه زي كده، تبتدي تتعاملي مع الحاجات اللي هي البقوليات والمشروم اللي هو عش الغراب اللي هو فيه بروتين حيواني، فبيبقى الكالوريز بتاعته محدوده ومعدومه بالنسبه للحمه الحمراء اللي هي ممكن حضرتك تاخديها فبتوزن اكتر، لان انت لازم بيبقى ليكي مثلا تلت كربوهيدرات وتلت بروتين وتلت فاتس، ده علشان حضرتك تقدري انك انت تعتمدي على المكملات الغذائيه. لكن لو حضرتك عشان خاطر تعملي بروتين وما يحصلكيش نوع من الهزل او نوع من الضعف في العضله نفسها، بتمارسي رياضه، دي اسمها رياضه تمرينات ضد المقاومه، ودي معروفه طبعا مع كل ترينر، مع كل يعني مدرب معاكي. في نفس الوقت انصحك بالبروتينات اللي هي البقوليات، يعني مثلا تتغدي طبق فاصوليا ده كانك اكلتي مثلا طبق كوسه وجنبيه حته لحمه، طبق كشري ده كانك اخدتي مثلا حتتين ستيك لحمه، لان انت بتاخدي الكشري في العدس الاسود، ممكن تاخدي كوبايه عدس، دي كافيه جدا انك انت مثلا تتعشي بيها او انك انت تستغني بيها عن اي حاجه. تاخدي تونه، دي كلها عباره عن بروتينات ومليانه الفيتامينات اللي احنا بنتكلم عنها، ومليانه كمان الياف الفايبرز اللي هي بتمنع امتصاص الدهون لو في اي دهون دخلت جسمك تحت اي ظرف، احنا بنتكلم في اي ظرف، فبتساعدك على انك انت تبقي بصحه اكتر. طيب، لما نيجي بقى يعني طبعا فيتامين دي احنا قلنا ان هو بيعمل مشاكل، فشور من المشاكل اللي بيعملها قد يؤثر على العمود الفقري، يعمل مشاكل في العمود الفقري عند الناس الكبار، نقصوا هشاشه العظم اللي حضرتك قلتي عليها بالنسبه للاطفال. هل ده ممكن برضك ياثر لينا بتاثير سلبي على
الكونفيجريشن او التكوين بتاع العمود الفقري او يسبب الام في العمود الفقري او التهابات؟ لا بص حضرتك، هو التهابات هي دي اصح كلمه حضرتك قلتها، انه هو بيؤثر حتى على نسبه الالتهابات العامه. لما نيجي ان احنا نقيس بني ادم ده عنده التهابات في الجسم، وخاصة لما بيبقى يبتدي يحصل مشاكل في الكارديوفاسكولار سيستم اللي هو الدورة الدموية والقلب، فبتبتدي فيتامين د بيبتدي هو نقصه يسبب لنا نوع من زيادة الأكيوت فيز رياكتنت اللي هي المعاملات بتاعة الالتهابات الأولانية اللي احنا بنقول ان الجسم بدأ يحصل فيه مشاكل. لكن احنا اكتشفنا صلة وثيقة جدا مش بس على الجهاز الدورة الدموية والقلب، احنا اكتشفنا ان هو صلته وثيقة جدا مع أمراض المناعة المفصلية in general، ككل بقى بصفة عامة، ككله in general. طيب قبل ما نخش في العناية دي مهمة قوي قوي قوي، معانا أستاذ أشرف. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا أستاذ أشرف. أهلا بيك يا باشا. إيه سؤال حضرتك؟ حضرتك أنا عندي 55 سنة. أيوه ماشي. إيه؟ 55 سنة. دلوقتي بقيت أتعب من أي مجهود. ماشي. لو رحت أنا بحب المشي جدا. آه. ماشي، بس دلوقتي لو مشيت شويه باجي تعبان هلكان، جسمي كله وجعني، عضلات جسمي وجعاني. حضرتك معايا؟ بقالك قد ايه على الموضوع ده؟ انا بقالي بتاع 6 7 شهور ما نزلتش. جالك كورونا؟ جاله كورونا؟ اه جالي كورونا فعلا. وحضرتك خرجت من كورونا بالمنظر ده؟ فعلا من بعد كورونا فعلا من اي مشوار اجي نهجان ولا الم في حته معينه؟ لا بحس ان فعلا في جسمي كله بقيت مبقاش قادر خلاص، مش قادر اروح اي مشوار تاني، مش قادر في اي عضلات في جسمك بالذات بتوجعك حتت معينه؟ بحس برجلي من تحت وجعاني، عضلات جسمي وجعاني. رجلك يعني القدم ولا فخدك؟ لا القدم والساق كده، من العضلات المنوره دوس عليها احس ان هي وجعاني. في حركه معينه بتتعبك؟ لا مش حركة، أنا لا بعد ما بروح مشوار يعني مثلا أمشي بتاع ربع ساعة تلت ساعة أجي خلاص مش قادر أروح، مش ببقى تعبان بجد. في حاجة بتوقفك؟ في حاجة بتوقفك ولا أنت يعني بتبقى من كتر الضعف اللي أنت فيه مش قادر تمشي؟ في ألم بيوقفك ولا من كتر الضعف؟ لا 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 لا، لما أجي أروح البيت بحس خلاص إن جسمي كله وجعني، بتعرق؟ عضلاتي وجعني. في عرق؟ فعلا. انا حتى كشفت كذا مره عند كذا دكتور عشان موضوع العرق دوت، فمش عارف اعمل تحليل. في الصبح بتحس ان ايديك ناشفه، لو مثلا ايد كده ما تقدرش تقفلها او كده ما تقدرش تفتحها؟ لا 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 لا، بس ما هو الصبح بحس ان جسمي كله وجعني. اوكي حاضر، تابعنا من التلفزيون والدكتوره اولا هانم هترد على حضرتك دلوقتي. اتفضلي استاذ اشرف. طبعا سلامتك، بس انا عايزه اقول لك على حاجه، انت اكيد كان عندك شيء من الشكوى دي قبل الكورونا، وبعدين عايزه اقول لك ان الكورونا دي عرفتنا ان في طب تاني ما كنا ما نعرفش عنه حاجه. فعلا اظهرت عندنا حاجات كتير قوي 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 ما كناش متخيلين انها تبقى موجوده في بني ادمين، وفوجئنا ان هي كانت موجوده اصلا وغيرت مفهوم في اتجاه الامراض اللي ممكن بني ادم تبقى موروثه في جسمه جينيا او بسبب نقص اي حاجه من الفيتامينات والمعادن والحاجات دي كلها. الشكوى اللي حضرتك بتشتكي منها دي بتعتمد على حاجتين. الحاجه الاولانيه ان حضرتك طبعا تعاني من انيميا، وبالتالي انك انت لازم انك تعمل حاجه اسمها سرعه الترسيب والالتهابات بتاعه الجسم اسمها CRP وصوره عد الدم. بالنسبه للثلاثه دول حضرتك هتكتشف اكيد في رقم من الارقام اعلى منها، حضرتك بتروح لحد متخصص يقدر ان هو يفحص حضرتك بالظبط ايه بناء على كرات الدم البيضاء المتغير اللي فيها شكله ايه. يعني لو حضرتك مثلا عندك حاجه مناعيه هتلاقي كرات الدم البيضاء بتاعت الحاجه المناعيه بدات تزيد، ولو حضرتك عندك نوع من التهابات البكتيريه هتلاقي حضرتك عندك نوع من انواع كرات الدم البيضاء بتزيد. لو حضرتك عندك انيميا حضرتك هتلاقي برضو انك انت بتقدر يعني تستمر بعد كده في اي نوع من الفحص بحيث انك انت تقدر تستريح فيه. نصيحتي لحضرتك طبعا انك انت تعمل فيتامين د، وانك انت كمان بعد اذنك تعمل صوره كامله للكوليسترول عندك في الجسم، لان ال 55 سنه دي بوردر لاين، دي يعني زي ما بيقولوا سن بين البنين، انه ممكن يبان عليك مشاكل نتيجة لأن أنت بدأ يحصل ترسيب في جدار القلب أو في جدار الرئة
او في المنطقه الفوقانيه ترسيب كامل جدا من من الكالسيوم والحاجات اللي بتعمل تصلب الشرايين، يبقى نفسك مش 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 كويس. وبعدين عايزه ااكد على حضرتك، هل حضرتك ما عندكش سكر او انك انت خرجت من الكورونا الرئه كلها سليمه؟ لان ممكن جدا تكون الرئه اتصابت وان حضرتك نفسك اصلا مش قادر تاخده، فبيحصل نوع من الوهن اللي حضرتك بتشتكي منه. ده هو حضرتك يعني بصراحه كان حضرتك فعلا بيأكد حاجات، احنا فعلا في الكورونا شفنا حاجات غريبه غريبه يعني، يعني حاجات يعني اولا كل من اصيب بالكورونا ما فيش حد حتى يعني اللي بمر عليه شهرين واربعه وسته وثمانيه ما حدش رجع لمستواه الطبيعي للفتنس الطبيعيه بتاعته، كلنا بيعتبر لسه الواحد يقول لك ايه لسه ما اتظبطش. تمام، الكارثه اللي كان ظهرت في الموجه الرابعه والخامسه ان ما كانتش بتيجي في الرئه، لا ده كانت بتيجي ساعات في المسالك البوليه او في الجهاز الهضمي، حاجات عمرنا ما شفناها، دلالات اورام البروستاتا وغيرها ومش عارف ايه، لما تعلى مره واحده عشان فيروس احنا عمرنا ما كان الكلام ده بيحصل خالص. والمهم ان احنا علاقتنا بالكورونا قريبه جدا، مفيش معانا باست هيستوري معاها، مفيش ولا خبره ولا تجربه سابقه ولا عارفين ايه اللي هيحصل لسه بعد كده. انا لسه كان عندي مريض الصيف ده حصل له نوع من الحراره الفجائيه، والصيف اللي قبله حصل له نفس الحكايه، عمل لي يعني تحليل للدلات علشان خاطر اذا كان في دجلطات وفيتامين د وكده. المهم قلت له فيتامين د ناقص، بس خلي بالك انت عندك كورونا. لا ما عنديش كورونا. لا عندك كورونا. لا ما جاليش الكحه. لا ما جاليش الحراره. احنا الايام دي دخلنا في مشكله ان هو جات له جلطه في القلب، لا اله الا الله، لانه ما خدش مسيلات دم وما اهتمش ان هو يكمل. وبعدين حتى لما عملنا الفحص بتاع القلب بتاعه اللي عمله الفحص قال انا مش قادر احدد عمر الجلطه، لان بس عايزه اقول انها جلطه حديثه. هذا للاسف، ما هو ده للاسف. وبعدين الناس يعني بتنكر كورونا كانها بعد الشر يعني ده مرض وحش خطير. بالظبط، يعني يقول لك لا انا ما عنديش. طب يا ابني يا حبيبي خد العلاج، حتى يثبت عكس ذلك يقول لك لا. احنا معانا استاذه ميري. الو السلام عليكم. ميري قطعت. طيب يبقى معنا ام محمد. الو الو ام محمد معنا. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا يا فندم. ممكن اكلم الدكتوره؟ الدكتوره علا مع حضرتك، اتفضلي. يا دكتوره. نعم يا فندم، اتفضلي. ممكن انا اقول لك على رجلي وجعاني، بس جدم رجلي اليمين بركبتي باخر ظهري كده مسمع كله ببعض. اوكي، بس دي شكوتك في تنميل، في خدلان لما بتقعدي تيجي تقومي تلاقي نفسك متكتفه؟ طبعا التنميل، بس رجلي اليمين اكتر حاجه. اوكي حاضر، تابعيني يا فندم، حاضر تحت امرك. طبعا هي مفسره، هي ظهرها طبعا في مشكله، ممكن تكون سمينه انا ما لحقتش اسالها، ممكن تكون عندها مثلا خشونه ما بين الفقرات، ممكن يكون جالها انزلاق غضروفي، وده معروف بالنسبه للستات كلها، لانه هم بصراحه يعني الوجع بتاع الظهر الناس بتتناساه. كان وجعني امبارح وخدت دواء بيفك العضلات وسريحت، بس لسه في شويه شد، الى ان المشكله خلاص بتيجي بقى وبتثبت، بتبقى حاجه مزمنه. وجع الرجل اللي هو من ظهرها اللي نازل لتحت ده اسمه عرق النسا، وبيبقى موجود ضغط على الفقرات من بين الفقرات على الضفيره العصبيه في العصب اللي هو السياتيك الانسي، العصب الانسي اللي هو بيبقى موجود في ده في ظهر الرجل. هو فيه فروع كتيره جدا بيغذي كل الـ كل الـ كل الظهر، بحيث ان هو بيغذي كل الرجل من ورا، بحيث ان هو لما بيغذي كل الرجل من ورا بيبتدي يدي فروع منه بتيجي على الركبه، فروع منه بتيجي على الكعب، فروع منه بتيجي على الصوابع بتاعت الرجلين. فبتبص تلاقي سمنت الرجل في بعض الاحيان، والست ماشيه ما بين الركبه بتبقى تعبانه في طلوع السلم، وهي ماشيه بيبتدي يحصل لها نوع من التيبس في العضله سمنت الرجل، وتمنعها من الحركه ده في الامور لما بتبقى متقدمه شويه، في ضغط كتير عليها. طبعا العلاج الاول نعرف السبب، نتاكد ان ما فيش زحزحه مثلا في الفقرات، نتاكد ان مثلا العمود الفقري بتاعها سليم، ما فيهوش حاجه تانية. تعمل رنين مغناطيسي الاول بس نشوف كده. فبنعمل لها، والله ابدا احنا بنعمل مش رنين، احنا بنعمل اشعه عاديه. لما بنعمل اشعه عاديه بيبين ان مثلا في مشكله هنا، عايزين نتقدم اكتر بنعمل لها رنين مغناطيسي عشان الحاجه بقت مكلفه. فبنبتدي نديها شويه مغذيات للاعصاب، بنبتدي ندور برده اذا كان الالم شديد قوي، اذا كان عندها سكر وهي مش دريانه بيه، وده الم في العصب نفسه مش ناتج كل كم كل هذا الكم من الالم ناتج من الانزلاق الغضروفي او من السبب المسبب في الظهر.
وفي نفس الوقت بنديها شويه ادويه وبننصحها تعمل شويه تمرينات مع شويه علاج طبيعي يضيع الالم. معنا استاذ عبد العزيز. الو السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذ عبد العزيز، اتفضل يا فندم سؤالك ايه؟ مرحبا. انا كعب رجلي زي ما يكون فيه شوك عظميه. ده بقاله قد ايه؟ بقاله حوالي يعني من شهر كده او شهر ونص. يعني انت قبل شهر شهر ونص كنت سليم تماما مفيش اي الم؟ اه مفيش اي حاجه. الاول في حاجه ثانيه بتوجعك غير الشوكه بتاعت رجلك؟ لا يعني ركبتي برضه فيها شويه يعني. انت شغلك يستلزم منك الوقوف ولا قاعد؟ لا والله ده انا عندي 65 سنه. ليه؟ 65 سنة فقاعد يعني ما بيشتغلش. فقاعد وظهرت عليك مؤخرا. ده اسمه مسمار الرجل يا فندم. يعني ده اسمه مسمار الرجل وعلى حسب حجمه. في ممكن لو هو حجمه بسيط حضرتك بنحط لك زي حاجة في الكعب. سيليكون كده، كعب سيليكون كده بيتحط جوه الشوز بتاعك جوه الحذاء بتاعك. وده بتفضل لابسه. بتاع السيليكون ده الرباط السيليكون. لكن لو هو حجمه متوسط شويه ومفيش اي يعني نتوءات تانية طالعه في الرجل بنحاول ان احنا نعمل لحضرتك علاج طبيعي. طب علاجها يا دكتور ايه؟ بتقول ايه تاني عيد؟ العلاج. العلاج العلاج ايه يعني؟ هو هي الدكتوره علا بتشرح لك دلوقتي، بس خده خطوه خطوه يعني. اسمع الجزء الاولاني اللي هو كبير بتحط بتاع السيليكون. طب الجزء الثاني بقى تسمعه مع الدكتوره علا. في حاجه حضرتك، في حاجه اسمها موجات تصادميه، موجات فوق صوتيه تصادميه، دي بتفتت الحته العظم دي، بس مش من اول 3 4 جلسات، لا انت بتضطر انك تاخد لك مثلا بتاع 12 جلسه منها، وبرده بتلبس السيليكون، وبرده بتحاول انك انت يعني على قد ما تقدر الرجل بالليل تحطها مره في ميه دافيه ومره تانية على طول وراها في ميه ساقعه، وبعدين ميه دافيه وميه ساقعه، 3 مرات ميه دافيه وثلاث مرات بالتبادل ميه ساقعه، بتفش شوية الألام اللي هي بتبقى ممسوكة في الرجل بالنتيجة للوقوف والحركة طول النهار. وبعدين في الآخر بقى بنضطر إن يعني استشاري العظام حضرتك بتروح له، بس أنا ما انصحش، يا بيحقن الكعب بكورتيزون يا إما إن هو بينصح بعملية جراحية تشيله. فدي خليها للآخر، وكلنا فعلا بنحاول نأجل الحاجات دي للآخر، لأنها فعلا حتى اللي بيحقن ما بيكملش. يعني هو في أول مرة يحقن يقعد 3 أشهر، بعدها يقول لك كل شهر، وساعات بيحصل. بس يعني أنا عايزة أضيف حاجة يا دكتور وليد. في مرضى بيبقى عندهم مسمار الرجل ده، وبرده في الوتر أخيلس اللي هو في ظهر الرجل اللي هو حز الجسم بيجي عليه، بنلاقي برده نوع من النتوء اللي طالع مع وتر أخيلس ده. في الحالة دي الدكتور لازم يكشف على حضرتك تماما، يعني يكشف تماما ويشوف لو حضرتك عندك حاجة من الأمراض المناعية اللي هي بتسبب نتوءات في العظم زي الصدفية المفصلية. بالاضافه بقى معلش اضيف لحضرتك ان احنا برضك في الفتره الاخيره دي من كتر بعض الناس بتاخد مضادات حيويه، يعني بعض المركبات زي مثلا مركبات الكنيلونز اللي هي اسمها ليفوفلوكساسين، دي برضك من الحاجات اللي هي بتوجع وتر اكيلس وبتوجع الكعب. فبيجي كتير قوي ناس تشتكي تقول لي ايه انا عندي كعب رجلي وحاسس زي ما يكون في مسمار، او الوتر من ورا بيوجعني جامد قوي قوي قوي. بالصدفه وانت بتاخد الهيستوري او التاريخ المرضي يفاجئ تقول لك اصل انا يعني كان زوري وجعني وخدت كذا مضاد حيوي مشهور يعني، بس هو المركبات ليفوفلوكساسين، بعديها مش عارف كان جنبي وجعني الدكتور كتب لي، وبعديها. فتكرار الادويه بدون ما يكون الدكتور اللي كاتبها، يكون مجرد انت بتنزل تاخدها كده الصيدليه، ساعات بتؤدي الى الكعوب دي انها انتشرت قوي في الفتره اللي فاتت دي. معانا استاذ احمد. الو السلام عليكم. الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذ احمد، علي صوتك شويه. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا، اتفضل يا استاذ احمد سؤالك ايه؟ لو سمحت انا جات لي كورونا حتى فترة حوالي شهرين او شهرين ونص. دخلت مستشفى؟ لا ما دخلتش، كنت اخدت كورتيزون؟ لا ما اخدتش كورتيزون، هو كنت الدكتورة كتبت لي علاج عادي يعني وحاجات، بس كنت تعبان جامد يعني. فمن بعديها وانا اصلا كده انا تعبان، صدري بيوجعني على طول وفي الم جامد ومش عارف ممكن اثرت عليا ايه يعني، مش عارف انا تعبان يعني من ساعتها بدوخ وكده. يعني هو بيشتكي من الوهن وعدم المقدره. يعني انت كل جسمك تعبان ومش قادر كده تقوم وتشوف شغلك. انا اصلا عندي الغضروف. انت الكورونا خلصت عندك من امتى يا احمد؟ خلصت بقى حوالي يعني دخلت السنه اوكي. دخلت السنه بس تعبان من ساعتها. وعندك كام سنه يا احمد؟ انا عندي 45. في اي مفاصل ورمت عندك او اي حاجه اتضخمت عندك؟
لا في اي ركب بقى فيها ميه ارتشاح، صوابعك بقت ورمت مش قادر تمسك حاجه؟ عندي صباع، صوابع ايدي اليمين بترتعش جامد. صباع رجلك اليمين ماله؟ صوابع رجله اليمين بتترعش. لا ايديا ورجلي. ايدي ورجلي. صوابع اليمين في ايديا بترتعش جامد، مره واحده بترتعش جامد كده. حاضر. انا مش عارف يكون اثرت عليا عندنا برضه. هنعمل تحاليل، وانصح حضرتك انك تعمل تحليل روماتويد وتحليل ذئبه بعد اذن حضرتك. لان طبعا مع الكورونا احنا اكتشفنا ان في حاجه اسمها عاصفه المهيئات للالتهاب، دي بتحصل عاده اللي هي سايتوكاين ستورم. دي بتحصل عاده لما بتبقى الكورونا كده، حضرتك قعدت عندك شهرين، ففي الغالب هي جات لحضرتك بس يمكن ما ظهرتش قوي، او حضرتك كنت متصور ان دي اعراض الكورونا لكن ما حدش فاهمها لك. في احتمال كبير جدا ان حضرتك يكون جات يبقى انت ممكن جدا يكون عندك مع معاملات الالتهاب اللي طلعت دي، اللي هي الحاجات اللي بتهيئ بعد كده المعاملات اللي موجوده في الجسم حسب الضعف الجيني اللي عندك انه يظهر ايه اللي موجود في معاملات الالتهاب المناعيه. حضرتك هتقدر انك انت تكتشف ايه المشكله، يعني تعمل الروماتويد دي مهمه، والذئبه الحمراء. والذئبه الحمراء. طيب تحت امرك. معانا استاذ مراد من الفيوم. الو السلام عليكم استاذ مراد. طيب بص انا مش سامعك، حاول تتصل تاني لو سمحت. اوكي نرجع تاني بقى للامراض. احنا قلنا ان هي ان في حاجه اسمها امراض التهابات مفصليه وامراض مناعه بتاثر جامد على المفاصل كلها بصفه عامه بتاعه الجسم، وخصوصا العمود الفقري. احنا دايما عايز بس دايما لو تلاحظ حضرتك انا عمال اركز على العمود الفقري ليه؟ ان معظم الناس عندهم مشاكل في العمود الفقري وما هماش عارفين ايه السبب. يعني هل السبب التهابات؟ هل السبب عضلات؟ هل السبب يعني بص حضرتك، هو العمود الفقري بيبتدي من بعد الجمجمه لغايه العصعص، ده لازم نبقى متفقين على ان هي منطقه كبيره جدا. لو احنا اتكلمنا على الـ يعني مشاكله او الالام اللي طالعه منه، في حاجات اوليه وحاجات ثنائيه. وفي الاوليه هنقول ان في حاجات ديجنريتيف، يعني اللي هي حاجه مزمنه بحكم سوء الاستعمال، وفي حاجات اوليه التهاب، يعني بيبقى العرض الاولاني للمرض، وده بيبقى التهابات مفصليه مناعيه ظهرت اول ما ظهرت في العمود الفقري، تبقى شكوى المريض معينه هقولها دلوقتي. لكن في حاجات توابع بقى اللي هي مش اوليه، ثنائيه، دي بتبقى بقى حاجات كتيره جدا. يعني مثلا واحد ايه نتيجه مثلا للهشاشه، اصابه بان جاله مثلا ضعف في الفقرات نتيجه لقله العظم، تكوين العظم، فالعظم بقى عامل زي الابر. ممكن جدا وهو بيقعد، او واحده ست مثلا اتزحلقت فسندت، ففقره من الفقرات تتاكل او تضغط ما بين فقرتين تانيين. واحد راكب شرايح ومسامير في الظهر وما عندوش تكثيف جامد للعظم او فيتامين د، نفس الحكايه. ده الثنائيه. واحد جاله مرض لا قدر الله خبيث وبدات الثنائيات بتاعه المرض تضرب في العمود الفقري، واحده ست او واحد راجل، دي حاجات ثنائيه. فاحنا لو اتكلمنا على الاوليه هنقول ان الاوليه دي بتظهر في نتيجه لشغل معين، لاستعمالات سيئه للظهر، لانه هي دي حاجات لها اعراض مختلفه عن الالتهابات المناعيه. ليه بتيجي التهابات مناعيه؟ بتيجي التهابات مناعيه لان ما بين الفقرات في العمود الفقري في مفاصل زلاليه زيها زي الركبه، زي الصوابع، زي القدم، زي صوابع الرجلين، في مفاصل زلاليه. نفس اللي بيحصل في الروماتويد مثلا بنفس الصوره، التهابات والكيس الزلالي والغشاء الزلالي يحصل له التهاب ويعمل تيبس والى اخره، بتحصل في العمود الفقري بس بمسميات اخرى. كان زمان مش قادرين يفرقوا ان ده ممكن يكون موجود في العمود الفقري، لغايه لما ادوا لها كاتيجوري كده، كومه امراض سموها امراض المناعه للعمود الفقري. داخل فيها بقى تيبس العمود الفقري، والناس كلها، في ناس كتير قوي عرفت الكلام ده، اللي هو العظم في الاخر بيلحم نفسه بنفسه. بيحصل تيبس في الاربطه الاماميه والخلفيه، بيحصل تيبس في الغضاريف، بتبص تلاقي البني ادم بيقف بطريقه معينه. واصبحنا دلوقتي بالادويه الجديده البيولوجيه بنقدر نوقف، كل ما قدرنا نشخص بدري نوقف تقدم المرض، زي مثلا الصدفيه المفصليه. اول اصابه بتيجي على طول بتيجي في العمود الفقري وبتيجي في المفصلين الثابتين، اللي هو المفصل ما بين الفقرات العجزيه وما بين عظمتين الفخذ اللي هم الثابتين.
بيحصل فيه التهاب، وده المفروض انه ما يحصلش فيه التهاب، بس هو لان في جزء، في جزء من المفصل نفسه مفصل ثابت، في جزء منه زلالي، جزء منه عباره عن تكوين زلالي، مفصل زلالي، هو ده اللي بيحصل فيه الالتهاب. وبعدين بيجيني في صوره ان هو عنده وجع متكرر، اي ظهري، وبعدين في الاخر الوجع بيبقى ثابت في الظهر، بيقعد مثلا بالادويه، يروح بالادويه اللي هي مضاده للالتهابات العاديه الى ان يوصل الى ان هو مش قادر، ويبتدي لازم يحولوه بقى، يقولوا له انت عندك ده مش انزلاق غضروفي ولا عندك ولا عندك، لا المفروض انك تروح لحد متخصص يكتشف عندك ايه وياخد ادويه معينه. احنا معانا استاذه اسماء من بني سويف. الو، السلام عليكم. سلام ورحمه الله. اتفضلي يا استاذه اسماء، سؤالك ايه؟ عايزه اسال عن رجلي اليمين وجعاني. رجليك اليمين فيها وجع؟ قدام ورا الكعب الركبه؟ لا هو من فوق خالص لغايه تحت من ورا. ما ده اللي احنا قلنا عليه يا استاذه اسماء، احنا قلنا ان في انزلاق غضروفي وده اسمه عرق النسا. لا بس انا بس انا عندي سلوك وخدت علاج وما خفتش خالص، عملت اشعه. ما هو للاسف ان هو مزمن، وخلي بالك انه يعني بيزيد شويه شويه، لان المفصل نفسه نتيجه المفاصل الزلاليه اللي لسه بنتكلم عليها بيحصل فيه خشونه وبيتغير شكل المفصل زيه زي الركبه بالظبط، فبتبصي تلاقي. طب انا عايزه يا دكتوره ايه العلاج اللي افتح عليه؟ طيب علاج، عايزه علاج تستريح عليه. لا لازم تروحي تعملي علاج طبيعي وتخففي الوزن على ظهرك، وتعملي تمرينات تشدي بيها عضلات الظهر وعضلات البطن. انا وزني خفيف اصلا. طب بصي، ادخلي على اليوتيوب اكتبي تمرينات ساكنه لالام اسفل الظهر، والتمرينات اللي هناك تعملي تختاري منها ثلاثه وتعملي منها كل يوم، من كل واحد منهم عندك ثلاث اشكال تعملي 10 مرات وهتتحسني. طيب معانا استاذ مراد. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا فندم، تحت امر حضرتك. سؤالك ايه؟ دكتور اسمع. اتفضل دكتوره معاك، اتفضل يا فندم، سؤالك ايه؟ حضرتك يا فندم انا رحت كشفت على دراعي، قالوا لي انت عندك المفصل عايز يتحقن. والدراع مفصل الكوع ولا من فوق من عند الكتف؟ لا في الكوع يا فندم، وعندي رجلي اليمين بعض الاحيان لما بقعد على الكرسي كتير بتنمل كده يعني. طيب ده يبقى عند حضرتك في مشاكل في العمود الفقري. بص المفصل اللي عايز يتحقن ده بيبقى سببه انا حضرتك ما بشكيش من العمود الفقري خالص، ما فيش الا الذراع اليمين. ما بشكيش من العمود الفقري، بشكي من الذراع اليمين، الكوع والرجل. انا ما بقول الكلام ده الناس ما بتصدقش. بص حضرتك في حاجه اسمها الفقره الخامسه والسادسه في الرقبه. ولو انت بتشتغل او بتبص في التليفون كتير او بتقعد تشتغل على الكمبيوتر بيبقى عندك الرقبه محنيه بشكل معين. فالفقرة دي بيبقى فيها ضغط، الضغط ده بيسمع في العضلات اللي هي في الدراع اللي هي العصب ده داخل يحركها. فبيحصل انه من كتر الضغط على العصب والاستعمال الزائد عن الحاجة في منطقة العضلة دي بيبتدي يديني في مفصل الكوع بالذات آلام غير طبيعية. لو كنت عايز تتحقن اتحقن، بس هو المهم انك انت تقفل الأول المحبس، ما تقفلش الحنفية، اقفل الأول المحبس. يعني تعالج العيب الاصلي، ما تبداش تخش في الطرف. جدر الشجره اللي هي مليانه يعني اللي هي مليانه اعصاب داخله على الدراع بحاله، لازم انك تتاكد انه المحبس سليم. فهنعمل اشعه عاديه خالص وهنشوف اذا كان كده، بتعمل لها علاج طبيعي، بتاخد شويه فيتامين ب وشويه يعني ادويه خفيفه جدا على حسب حاله الكلى والكبد مع حضرتك، وتاخد دي مضادات للالتهاب العاديه جدا، وممكن تعمل كمادات دافيه عليها كل يوم بالليل. اعتقد ان ده افضل بكتير من ان احنا نبدا بالحقن. احنا بنخلي الحقن ده اخر مرحله لما كل ده يفشل، فهي زي ما الدكتوره علا هنم قالت كده، نبدا بالصح التشخيص الاساسي اللي هو نعرف السبب الاصلي في الرقبه وفي الجدر الاصلي بتاع الاعصاب، وبعدين نخش على الطرفي. هو للاسف احنا لسه كان عندنا مواضيع كتير قوي كنا مجهزينها عشان نتناقش فيها، بس للاسف احنا فعلا وصلنا لنهايه حلقتنا. بس يعني اخد وعد من حضرتك ان شاء الله باذن الله بان احنا يعني ولينا حلقه ثانيه بقى ناخد بقى بعض الامراض المناعيه بقى كده بالتفصيل واسبابها كده ان شاء الله. وانا مع حضرتك ان شاء الله. الف شكر للاستضافه، ويا رب دايما مصر بخير. يا رب يا رب، ده تحيا مصر دايما. بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، فعلا ساعدنا وشرفنا بوجود استاذ دكتوره علا رجب بانها موجوده معانا النهارده، استاذ الامراض الروماتيزم بطب قصر العيني. جاوبت لنا على معظم الاسئله وفتحت مواضيع كتيره قوي قوي ما كناش عارفينها. ان شاء الله باذن الله نتقابل معاها في مصر في حلقه تانية ان شاء الله باذن الله عشان نكمل بقيه المواضيع. ميعادنا كل يوم سبت ان شاء الله من 2-3 على الهواء. الحلقه بتعاد بالليل الساعه 11 مره تانية،
ونشوفكم السبت الجاي لو ربنا حيانا إن شاء الله. إلى اللقاء وتحيا مصر.